السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مرة أخرى معنا نطلب العلم ونقتبس من أنوار النبوة، ونتحدث مع شيخنا الفاضل العلامة زين العابدين بلفريج في هذه الحلقة عن موضوع مهم وقد دخله الكثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ألا وهو موضوع الخلاف الذي حصل بين الصحابة والذي أصبح التفضيل والذم يأتي تبعا لبعض المواقف التي ابتلى الله بها هذه الأمة جريا على عادته سبحانه وتعالى في الابتلاء. كيف حصل هذا الأمر وكيف وردت بعض الأحاديث في ذم بعض الرجال وهم صالحين أو في مدح بعض الرجال وهم ليسوا كذلك؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا الأمر الذي ورود أحاديث مكذوبة في حق بعض الصحابة تذمهم أو أحاديث مكذوبة تمدحهم، يوجد هذان الصنفان من الأحاديث في حق مجموعة من الصحابة، وصرح العلماء بأن أكثر الصحابة نصيبا من الوضع هو علي بن أبي طالب، حتى قال الحافظ الخليلي: وضعت أهل الكوفة أو وضع أهل الكوفة في حق علي وأهل بيته فضائل فزاد على 300,000 حديث. 300,000 حديث؟ ألف حديث فقط عن علي بن أبي طالب، عن علي بن أبي طالب وآل بيته. سبحان الله. وهذا دليل على أن الوضع حصل في حق الصحابة إما مدحا وإما ذما، وأيضا لمعاوية ولأبيه أبي سفيان وللمغيرة بن شعبة ولعمر بن العاص وجماعة من الصحابة لهم نصيب أيضا من الأحاديث المكذوبة عليهم إما مدحا وإما ذما. وأشار العلماء إلى أن التعصب هو الذي كان وراء هذا الوضع أو الكذب على الصحابة رضوان الله عليهم، فقد بيّن ابن الجوزي رحمه الله بأن قوما متعصبون أو يتعصبون ممن يدعي السنة وضعوا في فضل معاوية أحاديث ليغيظوا الرافضة، وقابلهم جهلة الرافضة بأن وضعوا أحاديث في ذم معاوية. إذن كان هناك نوع من التدافع يعني والصراع، الصراع، ويعني عندما يكذب هؤلاء يرد الآخرون عليهم بالكذب، بطبيعة الحال يقوم بهذا بعض الوضاعين الذي يتولون تأجيج هذا الصراع. ولأن فقدان الوعي الديني، فقدان القواعد، الجهل، العصبية الزائدة، الحماس الزائد، يورث هذا وأمثاله من التصرفات، فليس بدعا أو ليس غريبا أن يصدر من هؤلاء الجهلة ما يكذبون به على النبي عليه الصلاة والسلام. ونطق الإمام ابن تيمية والذهبي وابن الجوزي في بيان الأحاديث التي وضعت في حق معاوية ذما وفي حقه مدحا وكذلك في حق علي. فمن الأحاديث المشهورة التي وضعت في حق علي في مدحه حديث علي خير البشر، من أبى فقد كفر، وهو من رواية الخطيب البغدادي في تاريخه من طريق العلوي. قال الإمام الذهبي: روى العلوي بقلة حياء عن الدبري عن عبد الرزاق الصنعاني حديث علي خير البشر، من أبى فقد كفر. قال الذهبي: وما العجب من كذب هذا العلوي على النبي عليه الصلاة والسلام، إنما العجب من قول الخطيب البغدادي الحافظ هذا منكر، أي اقتصر الخطيب على الحكم على الحديث بأنه منكر. قال الذهبي: إنما يقول الخطيب منكر في حديث القلتين وفي حديث الخال وارث، لا في هذا الكذب الصريح نعوذ بالله من الخذلان. فهذا من الأحاديث التي رواها بعضهم لأجل إثبات فضيلة علي، وقد ورد في علي رضي الله عنه من الفضائل ما يغنيه، وما اختار الله عز وجل ورسوله لعلي خير مما يختاره هؤلاء الأفاكون الكذابون. فقد بينت السنة من المناقب لعلي الشيء الكثير، ولو جمعت ما صح فيه لوجدت كثرة كاثرة
في بيان فضله وتقدمه، فهو رضي الله عنه صاحب مناقب كثيرة، وهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: سأعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه فبات الناس عظيمة، فبات الناس يدوكون أي يخوضون أينا سيأخذ هذه الراية. وكان علي مريضا بعينيه، ثم أصبح وسلم الراية لعلي بن أبي طالب، فله أحاديث صحيحة في فضائله، وهو رابع الخلفاء الراشدين وزوج فاطمة الزهراء فلدة كبد النبي عليه الصلاة والسلام، وصاحب الشجاعة وصاحب الإمامة، وأهل السنة يقولون فيه ما يرضي الله عز وجل، لا يرفعون أحدا فوق قدره ولا ينزلون به عن قدره، ويتبعون الكتاب والسنة في الشهادة بالفضائل والمناقب لأصحابها، ولا يزيغون ولا يغالون ولا يغمطون أحدا حقه. هكذا كان منهج أهل السنة في اعتقادهم وفي إيمانهم وفي مناهجهم وفي أحكامهم وفي بيان الفضائل التي فضل بها ربنا عز وجل بعض الصحابة. أما معاوية رضي الله عنه فأيضا وردت في حقه أحاديث تذمه، ومنها حديث لعن الله القائد والمقود، وتقول الرواية وذكرها ابن المطهر الرافضي في كتابه الذي رد فيه ابن تيمية عليه في كتاب منهاج السنة، قال ابن المطهر الرافضي: ومنه حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله القائد والمقود، وأن معاوية كان يقود ابنه يزيدا وهو صغير، والنبي عليه السلام يخطب فأوقف الخطبة ولعن القائد والمقود أي معاوية ويزيدا. وهذا الحديث كما قال العلماء كذب محض، فإن يزيد بن معاوية ليس من الصحابة ولم يدرك زمن النبي، بل هو من التابعين الذين ولدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن تطور الأمر ليس فقط مع معاوية، بل بني أمية كلهم تعرضوا لمثل هذا، وتعرض أيضا عمرو بن العاص، وتعرض المغيرة بن شعبة. ومن ذلك حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام، تقول الرواية: سمع رجلين يغنيان فقال: انظروا من يغني. قالوا: يا رسول الله، إنه عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان. فقال: اللهم لعنهما واركسهما في الفتنة ركسا. هذا الحديث جاء في مسند أبي يعلى الموصلي بسنده، والرواية غيرها بعضهم وزاد فيها عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان، وليس في أصل الرواية ذكر ابن أبي سفيان ولا ذكر ابن العاص، ذكر ابن العاص، إنما فيه معاوية وعمر، فمعاوية آخر وعمر كأنه ابن التابوت رجل آخر، فاستغله بعض الوضاعين وجعل معاوية الواردة في هذا الحديث هو معاوية بن أبي سفيان، وعمر هو عمر بن العاص. وحديث أن هلاك أمتي على يد فتية من قريش وغيلمة، هل هو من الأحاديث الثابتة، وهل هو على بني أمية نفسه؟ هذا حديث فعلا من الأحاديث الثابتة، وهو في الصحيح، وهو عالم من أعلامه أو أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، وأن أغيلمة من قريش سوف يقع منهم شيء من الفساد، سيقع منهم شيء من الظلم، وقد بيّن الشراح الحديث أن هذا حصل وكان في عهد يزيد ابن معاوية، وأن يزيد اجتمع فيه مدح وذم، وأنه ثبتت في حقه بعض الخصال، وزاد الناس في حقه بعض الخصال. والمقصود هو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بما سيكون، بل هذا الحديث يجب أن نتبعه بأحاديث أخرى، ومنه رواية في صحيح مسلم وعند أبي داود في السنن: لا يزال الدين قويا منيعا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. حسب العلماء عدوا هؤلاء الخلفاء فوجدوهم كما أخبر الحديث، وكلهم من قريش،
ويدخل فيهم معاوية ويدخل فيهم من حكم بعده إلى 12 خليفة كلهم من قريش، حذفوا بعضهم ممن لم تصح ولايته وأبقوا من صحت ولايته فوجدوهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن قوة الإسلام مع وجود الإخبار النبوي أن فساد أمتي على يد أغيلمة من قريش أنه يوجد هذا، والأمور نسبية، بداية الفساد يعني ربما نسبية، يوجد هذا ويوجد شيء من الصلاح والقوة وكلها اجتمعت في زمن واحد، لكن الخير كلما كان الزمن أقرب إلى زمن النبوة كلما كان الخير أكثر والشر أقل. ماذا عن الأحاديث التي تتحدث عن بعض صفات عمر بن الخطاب رضي الله عنه كحاله في الجاهلية وأنه وأد ابنته، هل صح هذا الأمر؟ والله ذكرت كتب التاريخ والسير أنه وأد ابنته وأنه أكل إلهه وكان من حلوى، هذه كلها مذكورة في كتب التاريخ وفي كتب السير، لكن يجب الحذر أن عمر وأمثاله وردت في حقهم أحاديث مكذوبة، فمن أفظع ما نسب إلى عمر أنه جلد ابنه جلدا لأنه وقع في الزنا، وأنه كان بكرا ليس ثيبا ولا محصنا فجلده ومات عند 70 جلدة وأكمل عليه 100 وهو ميت. وفرح بعضهم بهذا الحديث، وقد أورد المحدثون هذا الحديث بإسناده وبينوا كذبه وأن فيه مجموعة من الوضاع أو الكذابين المسلسلين في إسناده، وأن عمر حاشاه أن يفعل ذلك، وأنه استسقى فلم يسقى، وأنه أكمل عليه 100. وسمعنا بعض الدعاة الذين يريدون ذكر العدل وعدم المساومة على الحق وعدم المجاملة يذكر هذه القصة عن عمر على أنها صحيحة، وأنا سمعتها من بعض الدعاة المتصدرين لي الدعوة، فيقول هذا عمر قد جلد ابنه حتى بلغ 70 صوتا فمات وأكمل 30 على ظهره وهو ميت، والرواية مكذوبة، وقد أوردها ابن الجوزي وابن عراق الكناني وغيرهما في كتب الموضوعات، وبينوا أن في الإسناد رجالا كذابين وضاعين هم الذين جاءوا بهذا الإفك المبين واخترعوه وعملته أيديهم. هذه قضية مهمة يا شيخ، قضية أنه بعض الروايات تكون ذكرت في كتب التاريخ وكتب السير، فهل كتب التاريخ هي بنفس القوة التي بها كتب الحديث؟ لا، كتب التاريخ يجب أن تعامل معاملة الأحاديث أو معاملة الأخبار التي وردت من طريق الأسانيد. صحيح أن التاريخ لا يتشدد فيه كما يتشدد في قبول الأحاديث، لكن عدم التشدد في قبول أسانيد التاريخ لا يعني أن تقبل كل رواية في التاريخ، فالتاريخ ضم الغث والسمين، ولا أدل من ذلك على اشتماله على الأحاديث المتعارضة أو الأخبار المتعارضة، الحدث وما يعارضه، وبعض هذه الأخبار من طرق بعض الكذابين والمتروكين الذين لا يستحسن العلماء بل لا يقبل العلماء قبول روايتهم. وإن كان الطبري وأمثاله من خيار المؤرخين قد نقلوا عنهم لكنهم يذكرون الإسناد، ومن أبدى لك صفحة الإسناد فقد برئت ذمته، لأن من أسند فقد أحالك. إذن عندما يذكر الطبري حديثا أو خبرا في تاريخه ويذكر الإسناد فقد أدى ما عليه وبقي على المحدث أن ينقل يدرس الإسناد. ذلك الإسناد. نشكرك شيخنا الفاضل في هذه الحلقة المتميزة على هذا الطرح الرائع، نشكركم إخواننا المتابعين على حسن متابعتكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وانتظرونا في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.